الصلصة بتاعتي، هحط شوية زيت هنا كده في الطاسة او في الحلة اللي هتشتغلي فيها، ماشي، ومعايا ورقة صلصة اهي، همسك ورقة الصلصة كده افضيها على الزيت. هوطي النار عشان ما تتحرقش مني، واقلب كده فيها شوية وبعدين ازودها المية. تتقل كده ويظهر فيها انها مش كتلة واحدة، شايفين كده كأن الزيت عازل فيها، عزل الزيت كده اهي. بص لما اكونها في حتة واحدة احس الزيت على الوش، ابدأ ازود لها مية، ازود مية بالراحة كده، واديها تقليبة علشان ما تبقاش خفيفة مني وما تبقاش تقيلة، ابقى واخدة بالي من التقل. اقدر في المرحلة دي اعلي ازود النار شوية اهو، ازود مية كمان طبعا. التقل هنا اللي تحبيه يعني، كل واحد وذوقه، في ناس بتحبها خفيفة وفي ناس بتحبها تقيلة، زي ما تحبي. انا تقريبا زودت كده نص كوباية مية، واقوم حطلها الملح والفلفل والكمون بتاعي، ابهرها يعني. انا هزودها سنة مية بس عشان الملح زاد مني، فهزودها شوية مية عشان اظبط الملح مش اكتر. كده تمام، هسيبها لحد ما تاخد غلوة مع نفسها كده، واقوم طافية العين على طول. لازم الغليان بتاعي يوصل للنص كده، الطروف لوحدها مش كفاية، لازم الغليان يوصل ليها كلها. كده تمام، كده الصلصة بتاعتي تمام، اطفي عليها، هي كده جاهزة صلصة الكشري.